معنا ثلاث أطباق، رح يكون معنا شوربة البطاطس مع البروكولي، رح يكون معنا طبق الرئيسي اللي هو اللحمة، قطع اللحمة بالخضار والصلصة، ورح يكون معنا بالآخر طبعاً طبق حلو شهي كتير اللي هو كريات الشوكولات أو الشوكولا بالشوفان. رح نبلش أول شي بتحضير الشوربة. بدنا نقطع البطاطس وبدنا نحطها على النار لحتى تتسلق لأنه بدها وقت. فمع بعض رح نشوف المقادير. مقادير الشوربة، نحن بحاجة لأربعة بطاطس مقطعة لحتى نسلقها حجم وسط، أربع قطع بروكولي مسلوقة، كوب جبنة شدر أو أي نوع جبنة نحن موجودة عندنا أو ممكن نلاقيها بالسوق اللي هي قليلة الدسم، 2 كوب لبن أو حليب خالي الدسم، وبدنا نحط جوزة الطيب وملح وفلفل طبعا حسب الرغبة. اللي رح نبلش فيه هو سلق البطاطا. لحتى نسلق البطاطا وما تاخد معنا وقت كتير، رح نقطعها لأجزاء صغيرة، وانتو كمان اعملوا هيك بالبيت، هيك بتنسلق أسرع. هلأ أنا قبل الهواء كنت حاطة المي على النار حتى نربح وقت طبعاً.